شفت نهائي افريقيا زي بين الاهلي والوداد؟ والله يا كابتن انا بقول للنادي الاهلي هارد لك، انت خسرت بطوله انما انت هتفضل كبير ونادي كبير ومحترم فنيا. من وجهه نظرك فنيا يا كابتن، يمكن الاهلي ما قدمش المردود الفني لمده مثلا 60 دقيقه. 60 دقيقه ممكن يكون الشوط الثاني في اخر نص ساعه حصل للنادي الاهلي بعض الفرص اللي لو كان استثمارها كان ممكن يرجع للمباراه، وخاصه بيرسيتاو له فرصتين سهلين جدا 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 لو اتعامل معهم بشكل مختلف كان النتيجه ممكن تتغير. انما اتاخر النادي الاهلي عشان يدخل في المباراه. في المباريات الكبيره كابتن اللي هي النهائيات، والنادي الاهلي لعب نهائيات كتيره وفاز بنهائيات كتيره، ما ينفعش تفرط في الوقت الكبير ده بدون ما يكون لك شراسة على مرمى المنافس. صحيح. فبالتالي يمكن الهدفين كمان اللي دخلوا وخاصة الهدف الثاني اللي كان في بداية الشوط الثاني يمكن يكون أثر بعض الشيء، إنما التغييرات إدت أفضلية للنادي الأهلي في الثلاثين دقيقة الأخيرة وصل لمرمى الوداد. إنما طبعا النتيجة دايما هي اللي بتحكم وهي اللي بتدي كلمتها. صحيح. فبنقول للنادي الأهلي هارد لاك، وبنقول للوداد مبروك. والنادي الأهلي يعني اما يفقد بطوله من بطولات كتيره ما تقللش من قيمته وقدره وعظمته يعني. طبعا ما فيش كلام.